فكرة وجات في بالك ودك الحين تاخذ ولدك وتتمشى معاه وتغير جو وتعيم من الله خير وتاخذه في حد هالمطاعم وتشوف انه هو قاعد ياكل ما لذ وطاب من الأطعمة ويوسخ ثيابه وتقول يلا ما يخالف ما عليه، ولكن بديت تلاحظ عليه بعض العلامات خصوصا بعد ما ياكل المعكرونة وايضا البطاطا وشيء من البرجر وشوية حلويات وامور ثانية. وانا اقول لك لا لا لحظة، وقف وعيد النظر مرة ثانية، يمكن ولدك طالع عليه بعض الأعراض المخصصة لمرض اسمه السيلياك. مرض السيلياك هو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة لجسم الإنسان. للأسف إن اللي قاعد يصير عند الإنسان يصير عنده تحسس من بروتين الجلوتين ويفقد القدرة على الامتصاص نتيجة تكوين الأجسام المضادة في جسم الإنسان، وهي تهاجم هذه الأماكن اللي يسمونها الهديبات في الأمعاء الدقيقة، فتفقد للأسف قدرتها على امتصاص أهم العناصر الغذائية. فتشوف الواحد قاعد يأكل ولكنه هو تعبان مش مستفيد من الأكل، ولذلك هذا المرض يعتبر من أهم الأمراض اللي لازم إحنا ننتبه لها. في سنة 2016 بينت دراسة نشرت في المجلة العلمية إلى أن جزء من الحامض النووي غير المرغوب فيه قد يكون هو المسؤول عن مرض السيلياك، وبينت الأبحاث إلى أن الحامض النووي غير المرغوب فيه مهم للتحكم في وظائف الجينوم البشري ومنها وظائف الجهاز المناعي، وعرف الجين الجديد باسم INC13، وينتج عن هذا الجين الحمض النووي الريبي، ووجد بأن هذا الجين ينتج بشكل قليل جدا أو لا ينتج عند مرضى السيلياك، وقد يفتح هذا الاكتشاف الطريق إلى تطور طرق تشخيصية مبكرة وأفاق علاجية جديدة. الفيصل في جميع الأمراض دائما التشخيص الصحيح، ولكن احنا لما نتكلم اليوم عن مرض السيلياك للأسف بأن هذا المرض على وجه التحديد الأعراض اللي تطلع عليه تكون متشابهة مع معظم الأمراض اللي تصيب الجهاز الهضمي عند الإنسان، ولذلك على الطبيب أنه يتأكد فعلا بأن هذا الإنسان يعاني أو ما يعاني من مرض السيلياك. مرض السيلياك هو مرض مناعي يصيب الأشخاص الذين لديهم عرضة للإصابة بهذا المرض. هو عبارة عن حساسية ضد بروتين موجود في الحبوب، خاصة في القمح والشعير والشوفان. المرض ينتج عندما يأكل الشخص قمح، ثم تتكون أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة تهاجم جدار الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تكسر في خملات الموجودة على هذا الجدار. هذه الخملات مهمتها الأساسية امتصاص الغذاء، فعندما تتعرض للتكسر فيكون هناك عدم امتصاص الغذاء من كربوهيدرات، من بروتين، فيتامينات، مما يجعل المريض عرضة لبعض الأعراض ونقص في هذه المكملات الغذائية. أعراض مرض السيلياك تختلف من مريض إلى مريض. عموماً المريض قد يأتي بإسهال متكرر، قد يكون هذا الإسهال يتبادل مع إمساك. هذا الإسهال المتكرر ينتج من عدم امتصاص الغذاء، فينتج عنه الغازات، بعض الآلام البطن. عندما يستفحل المرض ويتضاعف المشكلة يؤدي هذا إلى ظهور مضاعفات نقصان هذه المكملات الغذائية. فمثلاً المريض عندما يكون هناك نقص في الحديد سيصاب بمرض فقر الدم، فيتعرض للفتور، الإجهاد، عدم القدرة على إكمال عمله اليومي. بعض المرضى إذا كان هناك نقص في امتصاص الكالسيوم هيتأثر العظام، فيأتي بأعراض آلام في العظام، آلام في العضلات. بعض المرضى عندما يكون هناك نقص في فيتامين بي 12 مثلاً، هذا الفيتامين مهم جدا لإنتاج الخلايا الدم ومهم جدا في وظيفة الأعصاب، فممكن يأتي المريض بخدر في أطرافه، بآلام في الأرجل، في القدم، بتنميل. الأعراض أيضا قد تؤثر على طبيعة عمل الشخص، فيشعر بأرق، يشعر بصداع. عموما الأعراض تختلف اختلاف من شخص لآخر،
وقد تكون في بعض المرضى ليس هناك أعراض، وإنما يتم التشخيص إذا حصلت أو وجدت هذه الأجسام المضادة عند الفحص المخبري أو الفحص المعملي. ليس هناك سبب رئيسي معين لهذا المرض. الجينات موجودة في بعض العائلات أو موجودة في بعض الأشخاص، ليس بمعنى إذا كانت هي موجودة فالمرض سيأتي 100%، ولكن هذه الجينات إذا وجدت يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض. السبب زي ما قلنا هو مناعي، فالأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. تشخيص مرض السيلياك يبدأ بأخذ تاريخ المرض من المريض. نعمل فحوصات مخبرية معملية بأخذ عينات من الدم. هذه العينات قد تحطي فقر الدم، قد تحطي نقصان في الكالسيوم. التشخيص الرئيسي يبدأ بوجود الأجسام المضادة لمادة الجلوتين، اللي هي ممكن نقول جزء من مادة من بروتين الجلوتين. يوجد مادة اسمها الجلايدين. إذا وجد أجسام مضادة هذه تعطي بنسبة 90% إنه المريض يعاني من المرض. التشخيص المؤكد يأتي عندما نأخذ عينة من الأمعاء الدقيقة. هذه العينة تؤخذ عن طريق المنظار، يكون هناك المحلال في الغشاء المبطن للأمعاء الدقيقة، ترسل إلى المعمل. في المعمل طبيب الأنسجة يعطينا التشخيص عن طريق وجود نسبة عالية من الخلايا الليمفاوية، من تغيرات معينة. التشخيص الرئيسي يأتي عن طريق أخذ العينة أو الأنسجة زائد الأجسام المضادة. مرض السيلياك مرض ليس هنالك له دواء يقضي على المرض. النقطة المهمة إنه إذا تم تشخيص المريض بمرض السيلياك فهو مرض مزمن، ليس معناها إنه المريض حياخذ علاج أو سوف يختفي المرض منه. السيلياك إذا شخص فممكن يكون مع المريض مدى الحياة. المريض لازم يتعايش مع هذه المعلومة، لازم يعرف إنه المرض كالسكري كالضغط متواصل معه، هو يتعايش معه وحيعيش حياة طبيعية بتجنب أي غذاء يحتوي على مادة الجلوتين اللي هي الحمية. الحمية هذه المريض إحنا بعد ما نشخصه عادة بنعطيه نصائح عامة، ولكن العلاج القاطع يعطى من طرف أخصائي التغذية. من النقاط المهمة التي يجب أن تذكر هنا إنه المريض إذا التزم بالحمية الغذائية سوف يعيش حياة طبيعية تماماً. في عدم حال عدم الالتزام قد يعرض نفسه لبعض المشاكل والمضاعفات، فالوقاية دائماً خير من العلاج. في اجتهادات كثيرة للوقاية من مرض السيلياك، وخصوصاً أولياء الأمور وبعضهم صاروا سفرة موقرين في هذا المجال للتعريف عن مرض السيلياك. ولكن أيضاً نحتاج بوجود هؤلاء السفرة اللي يمثلون مرض السيلياك، بالتأكيد نحتاج إلى أخصائيين تغذية، لأنه يقال لا يوجد علاج شافي وكافي لهذا المرض إلا الحمية الغذائية. مرض السيلياك أو حساسية الجلوتين هو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة، وهو عبارة عن عدم تقبل الجسم لمادة الجلوتين، فينتج منها عدم امتصاص أو عدم هضم هذه المادة. فعند تشخيص المرض يقوم الطبيب المختص بتحويل المريض إلى أخصائي التغذية العلاجية، الذي بدوره يقوم بمنع الشخص المريض بتناول المادة الجلوتين. تتفاوت الأعراض للشخص المصاب بحساسية الجلوتين أو القمح، من آلام بالبطن، عدم راحة معوية بسبب عدم الامتصاص، ترجيع، زيادة الإخراج، عدم زيادة الوزن أو زيادة الوزن المفرطة، فقد الشهية. عندما يحس المريض بهذه الأعراض فإنه يتوجه للطبيب، ومن الطبيب العمومي يتحول إلى طبيب الجهاز الهضمي. وبعد تشخيص المرض يقوم الطبيب المختص بتحويل المريض إلى أخصائي التغذية العلاجية. السبيل الوحيد للعلاج من هذا المرض هو اتباع الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين.
الشخص المصاب بحساسية الجلوتين يستطيع أن يتناول الأرز بجميع أنواعه، اللحوم، الدجاج، الأسماك الطازجة، الخضار، الفواكه، الحليب ومشتقاته، الأجبان الطبيعية. ما يمتنع منه هو المعكرونة، القمح بصفة عامة، لأن القمح من مكوناته مادة الجلوتين. لدينا منتجات خالية من تكون من صدرها القمح، ولكنها خالية مستخلص منها مادة الجلوتين أو منزوعة. لذلك يجب للشخص المريض أن يقرأ التعليمات جيداً أو يقرأ المكونات في كل منتج قبل شرائه. ومن جهتنا نقوم بتزويدهم بالطحين الخالي من مادة الجلوتين، يكون مصدره الذرة والبطاطس، فيستطيع أن يستعمل طحين الذرة، طحين البطاطس. بمجرد تشخيص المرض يحصل تحسن عند اتباع المريض، تبدأ تختفي الأعراض المصاحبة عند اتباع المريض للحمية الغذائية الخالية من مادة الجلوتين. فالمريض يذهب ويلقي نظرة على المنتج، يقرأ المحتويات، إذا لم تتوفر كلمة ضمان خلو المادة من الجلوتين، المريض يتفادى المنتج تماماً أو يقوم بمراسلة الشركة للتأكد من خلو المنتج. في معلومة ودي أقولها لكم، أول شيء لابد أن ننتبه، لأن هذا المرض على وجه التحديد الكثير من الأهالي ما يعرفون عنه، ومشكلة عالمية أيضاً أن حتى العاملين في المجال الطبي يغيب عن بالهم وجود مرض السيلياك، لأن أعراضه تكون متشابهة مع مختلف الأمراض اللي تصيب الجهاز الهضمي مثل ما ذكرت لكم من ساعة. فلذلك لو أنا كنت مصاب بمرض مثلاً أقول أن عندي توعك صحي في المعدة، ودائماً ألاحظ أن بين فترة وفترة كل ما أكل أكلات معينة تجي عندي نفس ردة الفعل العكسية. إذا كانت عندي هذه ردة الفعل، لابد أن أنا لما أروح حق الدكتور ويعطيني مثلا دواء حق القولون ولا دواء حق المعدة وأشوف أنه ما في فايدة، أنبه الطبيب وأقول له أنا يمكن يكون عندي مرض السيلياك، فخلي يسوي لك الإجراءات الأولية. على فكرة هذا المرض على وجه التحديد على مستوى العالم أجمع أن في عندهم مس دياجنوز، يعني سوء التشخيص، أنه ما يخطر على بال الطبيب أن الإنسان بيكون مصاب بهذا المرض. فأنا اللي ودي أقوله لكم أن انتبهوا، ترى يمكن عيالكم يعانون من هذا المرض وأنتم ما تدرون عنه. من الملاحظ بأن مرضى السيلياك يعانون من نقص كبير وملحوظ في وزنهم، ولكن هذا ليس دليل وحيد وقطعي على وجودهم أو احتمالية إصابتهم بمرض السيلياك. ولذلك في دراسة أجريت في سنة 2009 على 187 شخص كانوا مصنفين تحت مرض السيلياك، واكتشفوا أن هذيل الناس اللي كانوا مصابين بهذا المرض أصلاً هي كانت عندهم سمنة مفرطة، فليس دليل قطعي بأن مرضى السيلياك لابد أنهم يكونون أضعاف، فيجب على الأطباء توخي الحذر أثناء عملية التشخيص. تشير الدراسات بأن واحد من كل 133 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يعاني من اضطرابات الجهاز الهضمي. لما نجي نتكلم على وجه التحديد عن مرض السيلياك، نكتشف بأن للأسف 83% من هؤلاء الناس لم يتم تشخيص حالتهم على وجه التحديد. لما نجي نبحث أكثر في هذا الموضوع، نكتشف بأن العلاج الأمثل لمرضى السيلياك هو اتباع الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين. ويوم شافوا أيضا في سنة 2010 الإيرادات الناتجة عن بيع المواد الغذائية الخالية من الجلوتين بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار، وهذا ناتج عن الوعي لدى المصابين بهذا المرض.
أفضل علاج لمرض السيلياك هي الحمية الغذائية. أنا ما أتكلم عن الرجيم، ولكن أتكلم عن النمط الغذائي لابد أنه يكون صحي، وبالنسبة لهم لابد أنهم يبتعدون عن أي شيء عن مثيرات القلق أو المحفزات اللي تسبب لهم الحساسية المفرطة ضد الجلوتين. إذن لما نجي نتكلم عن الجلوتين راح نشوف أن المسحوق الأول اللي هم لابد أنه يبتعدون عنه وهو مسحوق الفلاور اللي هو القمح. إذا كان أي شيء فيه قمح لابد أنهم يبتعدون عنه لأنه يسبب لهم حساسية مفرطة. فإحنا لما نجي نشوف هنا في الجمعيات، القليل من الجمعيات اللي تبيع هذا النوع من القمح وهو طحين الرز، وعندكم هذا طحين الذرة وهذا طحين الصويا، هو الوحيد اللي يقدرون يستخدمونه ويسوون منه الخبز ويسوون منه الباستا وأي إضافات أخرى. ولكن إذا جاءوا هنا استخدموا مثلا الطحين العادي راح تكون عندهم حساسية مفرطة، ونشوف عندهم هذه الأعراض اللي ممكن يعانون منها وتسبب مشاكل وأزمات في نفس الوقت، ولا بد أن ننتبه لها. فلما نجي نشوف هنا مثلا عندنا التفاح، الموز، الرمان وهذه الأشياء، هذه كلها تعتبر بدائل. يعني لما الواحد منهم يأكل الخضروات والفواكه ما تكون عنده مشكلة. نجي نتكلم عن الأمور الثانية من هذا الجانب من الطاولة، في أمور معينة لابد أن ننتبه لها. الحين مثلا هذه الباستا صعب عليهم، تخيل أن أنت عندك طفل وده أن يأكل معكرونة أو باستا، تمنعها لأن بتصير عليها أعراض وردة فعل كبيرة. ولكن لابد أن نتأكد من بعض المطاعم إذا كانت تستخدم هذا النوع من الباستا اللي تكون free of gluten فما بتسبب له مشكلة. الصبح وقت الريوق حتى الخبز هذا ممكن يسبب لهم مشكلة كبيرة، ما تقدر تعطيهم إياه. فإذا كان الخبز من الطحين العادي فبتصير هناك مشكلة كبيرة، إلا إذا كان من هذه الأنواع اللي أنا ذكرتها مساعة. الحين حتى لما نجي ونشوف مثلا اللي يسوي التبولة والبرغل اللي فيها، هذه بعد تسوي لهم مشكلة ثانية. عندك البرغل هنا هذا لأنه فيه جلوتين فيسبب لهم مشكلة ثانية. أبي أنوه على نقطة، كل اليهال يحبون الشيبس بأنواعها المختلفة. فإحنا لما نجي نشوف الشيبس هني عندنا، هو يكون يعني وجبة الأطفال اللي يحبون يتناولونها. إحنا نعرف أنها مو بصحية، ولكن هم يحطون فيها الجلوتين عشان تعطيه طابق عدم الالتصاق بينها وبين بعضها البعض. طبعا المكونات الغذائية لو تشوفون مثلا الطحين لازم نتأكد أنه موجود عليه free of gluten. فنشوف مثلا هذا المنتج هني مكتوب عليه free of gluten، فنقدر ناخذه وتقدر الأم تطبقه في البيت وتكون ما عندها إشكالية. مثل ما أسلف مساعة وقلت ان الخضروات والفواكه ما فيها مشكله، وهذه طبعا فيها انتي اوكسيدنت، مضادات الاكسده مفيده. الاسماك بانواعها المختلفه ما عندنا مشكله فيها، اي نوع من انواع الاسماك. ولكن لما نجي نتكلم عن الاشياء اللي فيها كربوهيدرات ننتبه لها بشكل كبير. هذا الولد يعاني من مثلا سيلياك، هي تروح مسكينة تأخذها وهي ما تدري، تقول والله أنا بسوي له وجبة خفيفة من نوع من أنواع الشربات اللي موجودة بالجمعيات، أي نوع بدون ما أذكر الأسامي، لأن كلها مضاف لها الجلوتين. فلما تأخذ وتشوف هذا ردة الفعل تكون كبيرة على ولدها، فلا بد أن تنتبه له، لأن الشوربة من مكوناتها أصلاً اللي موجودة بالجمعيات كمواد حافظة فيها الجلوتين، فلا بد أن ننتبه لها لأن ممكن تسبب ردة فعل عكسية. من الماركات عندها إشكالية إن هي ما تحط لك الجلوتين، تحط لك والله مثلا اسم ثاني مختلف، مثلا تحط لك البروتين النباتي. فلازم تنتبه ان البروتين النباتي هو ايضا فيه نسبة من الجلوتين فتسبب لك نفس المشكلة. المعاناة هنا على امرين اساسيين، اول شيء صعوبة في توفر هذا المنتج، يعني تلقون يمكن مكان او مكانين عندنا هنا موجودين بالدوحة اللي يبيعون هذا المنتج، بالاضافة الى المؤسسة الطبية مؤسسة حمد ممكن تساعد في مثل هذا المنتج. الدقيق العادي تقريبا يمكن قيمته تتراوح بين 8 أو 10 ريال، احنا نتكلم هنا عن 25 ونطالع فوق على حسب المنتج نفسه. فاذا هنا في تكلفه، في اضافه جهد وعناء، ولكن شو تسوي؟ هذا هو الحل الوحيد، لان للاسف الى الان ما في علاج لهذا المرض الا باتباع الحميه او النمط الغذائي الخاص لمريض السيلياك. مرض السيلياك واحد من أهم الأمراض اللي أصبح مشهور على شاشات التلفاز، وإحنا لذلك نبي نسلط عليه الضوء ونتعرف عليه أكثر. ولذلك قررنا في هذه الحلقة على وجه التحديد أن إحنا نستضيف معانا ضيف متميز من دولة الكويت الشقيقة، وهي الدكتورة سعاد الفريح من دولة الكويت. حياكم الله، يسعدني وشرفني وجودي معاكم. الله يحييك. هل عدد يعني كبير في الكويت نفس احنا ما نسمع في الدول الثانية، ولا العدد يعني ضمن نطاق المعقول؟ يعني اول شيء احنا كفريق تم تأسيسه في سنة 2010، كان نعم. عدد مرضى السيلياك في الكويت 120 مريض. 120 الحين
120 مريض، الحين وصل عددهم تقريبا فوق 10,000 مريض خلال 6 سنوات هذه اللي احنا بدينا نوعي. نعم. ممتاز. هل في مخابز خاصة نتعد مثلا وجبات غذائية أو مثلا خبز أو شوفان أو شعير خالي من الجلوتين؟ الجلوتين هذا موجود كمادة حافظة في كثير من المنتجات، من ضمنها مثلا منتجات البيكنج باودر. البيكنج باودر يستخدم في التخبيز أو في تصنيع الخبز. نعم. يحتوي على الجلوتين. احنا الحمد لله قدرنا بفضل رب العالمين ان احنا نوصل الرساله حق شركه مطاحن الكويتيه وسووا لنا مصنع متكامل خاص حق منتجات الخاليه من الجلوتين. وصلت الرسالة، يعني أنا ودي منك في الختام دكتورة نوصل رسالة تكون مختزلة وتوصل فيها كثير من المعاني للطاقم الطبي وأيضا للناس اللي يمكن يعانون من آلام تصيدهم في المعدة وآلام تجيهم في من مغص وتوعك أو مثلا من الإسهال لا قدر الله، فودنا توصلين لهم رسالة، يعني نوصل لهم رسالة في منحة إيجابي فيها. أعراض مرض السيليك متشعبة وعديدة، انت كمريض اذا انت قاعد تعاني من مرض مزمن وما انت عارف انك تلاقي له علاج او العلاج مو قاعد يجيب معاك نتيجه، وكذلك رسالتي حق الاطباء اذا انت كان عندك مريض يعاني من مرض مزمن وما انت قادر تحاول ان انت يعني كل المحاولات اللي حاولت فيها في العلاجات ما جابت نتيجه، لازم الدور ممكن يكون السبب أقوى مرض السيليك. شكراً على تواجدك معنا مرة ثانية دكتورة سعاد الفريح من دولة الكويت الشقيقة. أصعب شيء على الأهل لما ينصدمون بهذا الخبر ويدرون أن ولدهم أو بنتهم يعانون من مرض السيليك، ولكن بالأول وبالأخير الواحد لابد أن يحمد ربه لأن هذا واقع مرير ولابد أن الواحد يتعايش معه. إحنا نبي نقول لكم بأن هذا المرض ما يؤدي إلى الوفاة ولا يسبب مشاكل كبيرة مثلها مثل الأمراض الثانية، ولكن يسبب إزعاج وقلق للأهل وللمصاب نفسه، لأن لازم يكون حذر جداً في طريقة انتقائه لهذه الأمراض. والمشكلة الثانية اللي ترتب على مرض السيلياك هي المشكلة المادية، لأنه يحتاج تجهيز خاص ويحتاج أطعمة بعيدة كل البعد عن الجلوتين. إذن اللي نبي نوصله لكم اليوم كرسالة، وقفتك معاه تسوى الدنيا كلها. فيها العافية.